السلام عليكم الاخوان، اليوم ان شاء الله غنشوفوا قضيه اخرى ونشوفوا ديفو اخر. وغادي نستافدوا من الديفو اللي غنشوفوه واحد شي حوايج خاصنا ضروري نركزوا عليهم. الديفو اللي كاين هو واحد البيرلانغو 2009، الكاكاس اللي فيها لي كاس دي سي ان 2. هاد السيده هذا جا عندي قال لك اودي راه قال لك راه واحد السيد واحد ميكانيسيان مشيت عنده بدل لي الديسك بلاطو، يعني بدل لي كي دومبرياج، ولكن ملي كبير كي دومبرياج شعلت كيما كتشوفوا البولا ديال لون تيموا ديال جيسيو موتور ولون تيموا ديال بريزونس دو في الفلتر اغازوال، وشعل هذه البولا ديال الباتري تيموا ديال 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 الشارج ديال الباتري. اذا من خلال هادو المعطيات هادو كنتعاملوا معاهم كمعطيات. معطيات هو ان حيد كيت دومبرياج وقع لي مشكل. اذا السؤال اللي خصنا نسولوه، قلنا السيد واش هذا الشيء هذا كان عندك قبل ولا حتى بدلتي الكيت دومبرياج؟ قال لك اودي انايا راه ما كان عندي حتى شي مشكل، الامور كانت هانيه كلشي مزيان، غير بدلت الكيت دومبرياج هو وقع لي المشكل، والميكانيسيان قلب تما وما بان ليه والو. اذا هنا شنو كيتصرف لينا؟ كيتصرف لينا بان هاد المشكل هذا عنده علاقه غير مع البرونشمو لي برونشا الميكانيسيان. وجي سي مو كاين تما جي سي موطور شاعله لنا، وكاينه تما البولا ديال الباتي شاعله، وكاينه لونتيمو ديال بريزونس دو في الفلتر اغازوال. اذا هنا من خلال هذوك البولات اللي شاعلين ما كانوش كيشعلوا، من خلال المعطيات اللي كاينه تما في طابلو دو بور هنا تنقدروا كل من برونشيو ديغونسيك تنقدروا نوصلوا للاستنتاج. هذيك التيموا اللي كتشعل في الطابلو ديال البريزونس دو في الفلتر كاربيرون، هذيك التيموا منين كتجيها لانفورماسيون، هذيك التيموا كتجيها لانفورماسيون في واحد لاسوند كتكون راكبه في الفلتر ديال المازوت، وهذيك لاسوند تيكون فيها تروا فيش. اذا هذوك تروا فيش الا ما كانوش راكبين راه المعلومه ديال البريزونس دو في الغازوال ما غاداش توصل للطابلو. اذا الطابلو اش غادي دير؟ غادي يشعل لينا البولا بان راه كاين مشكل تما. اذا هادشي اللي كاين. اذا هذيك التيموا شعلات ما كانش كتشعل، اذا هذيك التيموا هنا كنفهموا بان لانفورماسيون ديالها ما خداتهاش مزيان. هذه المرحله الاولى حيدناها، بقاو لنا تما جوج بولات تما، كاينه تيموا شارج ديال الباتري وكاينه جي سي موتور. اذا هنا في هذه الحاله شنو خصنا نديرو؟ في هذه الحاله خصنا نوظفوا لاباراي ديال الديغنوستيك. اذا فعلا من بعد ما برونشينا لاباراي ديال الديغنوستيك ودخلنا الجي سي موتور طلع لنا الديفو هذا ريجيم موتور. اذا انت كتقول هنايا بان هاد ريجيم موتور طالع، ميمكنش يكون طالع والموتور امارش، لان الموتور امارش. فهاد النوع ديال الموتوريزاسيون ديال لوكاس دي سي ان 2، هاد النوع ديال الموتوريزاسيون واخا تيكون الكابتو ديال ريجيم موتور محيد، الموتور كيديماري. اذا غتقول لي وشنو الفائده من داك الكابتور؟ هذا الكابتور عنده وظائف اخرى. هذا الكابتور الدور ديالو هو ان البي سي كتعرف بان المحرك امارش، كتخليك كتحيد كيديزاكتيفا السيستم ديال الكونفور. اذا بالنسبه للسيستم كونفور شنو تيوقع؟ هو ان الا كان خاسر الكابتو دابا بحال في هذه الحاله الكابتو ما راكبش، لا درتي انت كونتاك واحد اللحظه راه واحد اللحظه ما تيبقاش خدام، مثلا الضوا والاكليراج السوكلاص، يعني واخا ديماري ما يبقاش خدام لك، واخا ديماري السوكلاص الضوا ما يبقاش خدامين لك. شنو خصك؟ خاصك حتى كتحرك، ملي كتحرك تيخدمو لك، ولكن شكون اللي خدمهم؟ تيخدمهم كابسول فيتاس فيكول هو اللي تيخدم هذاك الشيء. اذا انت حتى البولا ديال الباتري تبقى شاعله لك، ولا لقيتي امارش في بلاصتك، راه واحد اللحظه الجاج مابقاش يبغي يطلع والسوكلاص ما يخدموش لك، لان هذا الاخر بي سي داخله في الميزون فاي، لان كيبان لها بان الموتور ساكت. اذا هذا هو الضروره ديال كابتو اللي يجي الموتور خاصو ضروري يخدم. اذا هو ما عندوش علاقه مع الانجكسيون، وانما عنده علاقه مع السيستم ديال الكونفور. اذا ديك البوله اللي شعلت تما حتى هي شنو عندها علاقه؟ عندها علاقه بان الموتور ماشي اونيتا اوف مارش، غتبقى شاعله. اذا لاحظتوا هنايا شنو المشكل اللي كاين تما. اذا شنو غنديروا هنا في هذه اللحظه؟ كيفاش غنوقع التدخل ديالنا غنمشيو نرجعوا للشيما ونشوفوا الكابتو ديال ريجيم موتور شنو واقع فيه. مشينا
للشيما كما كاش هو ديال الشيما ديال كابتور دي جي موتور. مشينا للشيما وحلينا الفيشات ديال كالكيلاتور جي سو موتور ودرنا عبرنا بالميتريكس لا كونتينيتي ما بين الكابتور ديال ريجي موتور وما بين الكالكيلاتور. لقينا هذاك الخيوط اللي عبرناهم حتى شي خيط ما كاين. اذا هنا كيتضح لينا بان وقع عندنا واحد البيرميتاسيون. اذا الميكانيسيان شي خيط بدلو. اذا عندنا هنا جوج معطيات. لاحظوا الطريقه كيفاش نخدموا. عندنا هنا جوج المعطيات. عندنا المعطى الاول اللي هو في الطابلو هو تيموا ديال بريزونس دو في الكاربيرون شاعله. اذا عندنا فيش ديال تيموا بريزونس دو ديال الفلتر. وعندنا كابتو ديال ريجي موطور بالشيما ما لقيناش. اذا هنا كيتضح لينا بان الميكانيسيان قلب الخيوطه في العود اللي غيركب الخيط ديال الفيبرو كان في بلاصتو ديال تيموا بريزونس دو في بلاصتو قلبهم. اذا ولا الكابتو ريجي موطور برونشي مع الخيط ديال تيموا بريزونس دو في الفيتر غازوال و تيموا ديال بريزونس دو في غازوال ولا برونشي مع الخيط اللي غادي البواتي ديال الكابتو ريجي موطور. اذا هذا هو الديفو اللي وقع ديفو ديال بيرميتاسيون ديال الخيوط. اذا لاحظتوا هنايا شحال من معطى خدمنا به. المعطى الاولاني اللي خدمنا به هو هذوك لي تيموا اللي شاعلين. دوك لي تيموا اللي شاعلين فهمنا بان الخيط ديال تيموا بريزونس دو وقع فيه شي مشكل. المعطى الثاني خدمنا بلاباري ديال الديغنوستيك. لاباري ديال الديغنوستيك عطاتنا كابتو ديال ريجي موتور فيه مشكل. اذا من هنايا فهمنا بان كاينه بيرميتاسيون ديال الخيوط. اذا نتوما هنايا شنو الاستنتاج غتستنتج؟ كتستنتج هو انك تخدم بهذه الطرق هادو. وثاني استنتاج هو ان رد بالك بان في الاغلبيه ديال السيارات غيقدر شي مره الخيوط كيتقلبوا وتيركبوا. بحال هنايا لقينا ركب الخيط ديال ريجي موتور ركب تما بلاصه ديال الاخر والاخر حتى هو ركب ليه بلاصتو وكتسمع الطرق ديال كلشي مزيان كلشي امارش. اذا في الفيديو هذا هادشي اللي بغينا نوصلو لكم هو انك تعرف تخدم بالمعطيات. وديما صاحب السياره ضروري خصك تسولو هادشي هذا واش كان ولا ما كانش ولا الله وقع ولا كيفاش. خاص لي ستوريك هذاك لي ستوريك تيعاون لي ستوريك ديال السياره. ملي كنسولو حنا صاحب السياره داكشي كيعاوننا. ونقدروا عاوتاني واخا ما كيما واخا ما تيكونش صاحب السياره كنبقاو حنا كنبداو كنخدمو بزاف. ملي جاوا السياره قالنا بان راه حيت انا ديسكو البلاطه والكيتون غياش حيدتو بدلتو ولا عندي هذا المشكل وهذا المشكل ما كانش تيقربنا بزاف. ولكن الا جا عندي الكراج قال لي ودي هاد البلاطه شاعلين شي طوموبيله انا السياره شاريها انا بحالكم. الا قال لنا بان السياره شاريها بحالك تيكون تدخل نفس تيكون نفس تقريبا نفس التدخل. غير حنا كنبداو نخدمو داك الشيء كنشوفوه بنظره اخرى. اما الا قال لنا بان هادشي ما كانش راه حتى بدلت ديسك والبلاطو على وقع المشكل هادشي كيساعدنا وكتكون واحد السرعه في الانجاز. وكنتمنى ان هذا الفيديو هذا يكون وصل للمضمون ديالو وشكرا.